ازيك يا حمد؟ صباح الفل. تعزف آلة ايه يا حمد؟ مشاه. ايه المشاه؟ مش وانت ماشي بتعمل صوت؟ ازاي؟ اهو. اول ما اوصل ابقى خلصت كده. يا رايك اخبط في الحيطه مقطوع تخ. فين الجزم؟ لا كنت بصلي العصر واتسرق. الشيخ قال لي خده القوم قام روح يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. اعمل ايه طيب؟ انت بسبتك سودة. طب اعمل ايه؟ اتفضل. وايه اللبس النتن اللي انت لابسه ده؟ دي الوان؟ ما تلبس حاجه عدله انت كمان. هو انت ليه بتتعامل ان انت عادي بالنسبه لحضون البقسومات اللي تحت دول؟ ازرق ايه ده؟ دول بسقف شاي بلبن بيهم بالليل. بتسقف ازاي؟ بعدين اتقلب اكل نفسي وعادي. انت صرصار هتتقلب؟ امال اعمل ايه؟ اجوع. احنا من تحت امارات ان شاء الله. مش عارف انا ايه ده بس. بقيت اعضاء الفرقه تتفضل. الله اكبر عليا. ايه الحلاوه دي يا بنت؟ اتنين وتلاته خمسه عليا، اربعه وواحد خمسه عليا، سته ناقص واحد خمسه عليا، عشرين ناقص خمسه وعشرين خمسه عليا. ايه جاي من حصه حساب ولا ايه اللي عشرين ناقص خمسه وعشرين؟ انا مش قادره اصدق نفسي يا مايسترو. لا انت والله واتكتبت لك يا نسمه وهتغني في دار القبح. دار القبح؟ اه قبح. يا لهوي عليك. بتعزفي آلة ايه؟ انا بعزف على الكونتر باص. كونتر باص ايه ده؟ كونتر باص عتبة تحرير رمسيس. بيتحمل تباعة يعني؟ اه طبعا. كونتر باص. اه طب فين الآلة دي؟ كبيرة جدا اهي. هي دي؟ اه ده الكونتر باص بتاعك؟ ايس كريم جيلاتي لولا. لولا؟ اه انا. ودي آلة على مقاسك؟ على قدي. دي على قدك بذمة اهلك؟ اه. تجيبي بوق وتقفي جنب صلاح الدين الايوبي، هو يقول هجوم وانت فالحرب تبدا. انما جايبه لي لعبه واقفه بيها. ايه يا مايسترو فيها؟ هنعمل ايه؟ اتفضلي اتفضلي. الله عليك. وانت لابسه ايه برضو كده من فوق الجزمه؟ مين؟ اصل احنا مطقمين من تحت. ايه وضعك؟ حاجه حلوه؟ حلوين قوي. احنا من فوق بهوات، من تحت حيوانات. سيوسيو قبل الجاكيت ليه؟ بس بقى يا مشيلي. ايوه هياس. بس في ايه؟ هياس يا سيوسيو. يا ميزيو. ايه؟ دلوقتي احنا المفروض طلعنا. ايوه. هنقابل الناس بقى سامينا العره دي؟ لا احنا هنقابل ربنا ازاي اصلا؟ سامينا ايه؟ احنا لازم نغير اسامينا فعلا تبقى طالع.